يا الله. نادوا على المشتكي، على المشتكي. المشتكي أحمد حسن حمدي. سيد هل هو مشتكي؟ المشتكي أحمد حسن حمدي. أستاذ المشتكي عدنا عند ما يحلف يمين يصبح شاهد في نفس الوقت. هو شاهد ومشتكي؟ نعم شاهد ومشتكي. هاي أول مرة أسمع به. في قانون الأصول المحاكمات الجزائية موجود. المشتكي عدما يحلف يمين يصبح شاهد في نفس الوقت. هو لماذا يحلف يمين؟ ليتكلم الصحيح، يعني مسبقا قبل أن يعرف أي شيء يقول. نعم. لم يكن هنالك تواطؤ فيه. فالمشتكي أو الشاهد يكون أمام ضميره. السلام عليكم سيد أحمد. أنت أكملت شهادتك؟ نعم. حول الموضوع؟ نعم أكملت شهادتك حول الموضوع. لا. شهادتك أكملت حول الموضوع. لا العفو بعد. بعدك؟ استمر يعني هاي الاستراحة حتى يراجع الفايلات ويكمل شهادته أستاذ؟ هو نعم. من حقه أن تعب. نعم كم لكن الوقت الوقت التزم الوقت ويعني حدد النقاط الجوهرية المتعلقة بالشكوى ولكي نفتح باب المناقشة للسادة المحامين ولأطراف الدعوة. تفضل. مو العفو أستاذ هسه بهالحالة الشهادة تجزأت، صار تجزأ الشهادة. نعم جزأت الشهادة. هو ما عنده شيء جديد. نعم ما جديد. عندك شيء جديد؟ عندي بس الشكوى. عندك شيء جديد؟ الشكوى نعم ما عنده شيء جديد. بالنسبة للشكوى واضحة. نعم. ولكن من بعد هذه أنه أزيلت كل الممتلكات، البساتين، 5 بساتين أزيلت. نعم. بالكامل و بيوتنا تركت 4 سنين وبعدين نعم. تهدمت. نعم. فتفضل سادة المدعين الآمنين إذا عندكم أسئلة أو فتشي.